أهلا ومرحبا بكم في عالمنا. انسى الأستاذ صلاح خالص، الحملة دي حتتم بطريقتي أنا، بطريقتي الخاصة. وحد الله يا أبوي، أنا رايح في داهية من زمان قوي، والرزق اللي يجي من رجلين البني أدمين ملوش عازة عندينا. للضرورة أحكام يا أخي علي، وكله في سبيل الله. أنا آخر حاجة فاكرها أنا كنت قاعد هنا. واضح إن أنت ما يقدمكش غير السجن، ومش أي سجن، أنت لزمك السجن الصحراوي عشان لما تشوف عود الملوخية تقول علينا أخلا. تشاهدونه في الأوقات التالية.